الله محيي شوارعك يا بلادنا المعمورة. لو 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 لالي لو 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 لالي الله محيي شوارعك يا بلادنا المعمورة. لكل مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم تحضرونا، أسبوع جديد رح نترافق فيه لليوم مع أكيد انتصارات أبطالنا بالجيش العربي السوري يلي عاهدوا على صون مدينة الياسمين، واليوم ياسمينة عم بيزين شوارعها وأحياءها مع بداية الربيع. فصباح الأمل رح يبقى مستمر مع بواصلنا بكل ميدان، وصباح الخير لكل يلي قرر أنه يبدأ صباحه برفقتنا. ويسعد صباحك فرح. صباح الخير إليك سلمى، وصباح جديد، صباح إن شاء الله يا رب يكون حامل معه كل الخير. صباحا يتجدد برفقتكم وين ما كنتوا متواجدين. أسبوع جديد بنبدأ ومنقول دايما أنه إن شاء الله يكون خير ويحمل الأمان لكل جندي سوريا متواجد على الأرض السورية وأقسم اليمين على حماية هي الأرض. فمن الشام بوصلة الحياة رح نبقى مستمرين ورح نتجول معكم مع ضيوفنا وفقراتنا بمجالات عديدة لنرصد أبرز الأحداث وأبرز المستجدات يلي عم تشهدها الساحة السورية. فاصل ونبدأ بفقرات صباحنا غير. رصاص الحق يسمع الآن من جوبر ومحيط جوبر. ما يسمع خلفي الآن هو رصاص واحتفالات رجال الجيش العربي السوري. جميع النقاط التي حاول الإرهابيون دخولها الآن هي تحت سيطرة رجال الجيش العربي السوري. فرح، مثل كل يوم رح نبدأ مشوارنا بمحطة مع كاميرا الإخبارية السورية يلي تواجدت بقلب دمشق لحتى توثق مدى الدعم الكبير لأبطالنا بالجيش العربي السوري. وين تواجدت الزميلة نور إبراهيم وشو رصدت؟ خلينا نتابع سوا. الله يحمي يا رب وينصر سوريا إن شاء الله ويفرجها يا رب على هالبلاد. الله يسلمهم والله يحميهم، ونحن بوجودهم يعني بحمايته. هو حامينا، الله يحمي الجيش، هو اللي عم يتعبي هالبلد، هو اللي عم يحميها، هو اللي عم يحافظ عليها. الله يحميهم ويحفظهم لأهليهم، إن شاء الله بيرجعوا بخير وبسلام لكل أم، والله لا يبكي قلب أم على أبنا. الجيش العربي السوري الله ينصره ويقويه ويخلي لنا إياه، لأنه هذا هو بعد رب العالمين، هو حامي الوطن إن شاء الله. دعمهم بروحنا وبقلبنا وعيوننا، منحييهم والله يعطيهم العافية، ونحن يعني معتز فيهم والله ينصرون. الله يقوي وياخذ بيده وينصر هالبلد ويديم الأمن والأمان، والله يقدرنا على مكافاته. الله ينصره ويحميه وترجع سوريا مثل قبل ويعم الأمن والأمان والسلام. الأرض العرض
اليوم حدث جديد بيتسجل بذاكرتنا وبيترك بصمة ممكن تشكل فاصلة تحول بحياتنا. فشو صار بين أحداث تركت بصمتها مثل هاليوم؟ منتابع مع بعض. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يترك بصمة سجلات التاريخ وأخرى تمر دون أي أثر يذكر. ففي مثل هذا اليوم من عام 1872 زلزال قوي يضرب أوينز فالي في كاليفورنيا، وفي عام 1953 العالم الأمريكي يوناس سولك يكتشف مصلا ضد شلل الأطفال، استقلال بنغلاديش عن باكستان في عام 1971. ومن أبرز الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1874 الشاعر الإنجليزي روبرت فروست، عالم الرياضيات الهنغاري بول آيردوس عام 1913. ومن أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1982 المقاوم السوري ضد الاحتلال الفرنسي سلطان باشا الأطرش. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث بتغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. بطولات رسمت ملامح الاستقلال بسوريا على يد أبطال استطاعوا أن يمحوا براثن الاحتلال الفرنسي عن أرضنا. اليوم أبطال يرسموا المستقبل بانتصاراتهم وما زالوا بيمحوا ظلامية الإرهاب. خلينا نشوف محطات من حياة سلطان باشا الأطرش، أحد القادة يلي قاوموا الاحتلال الفرنسي، وسطور من حياته بالتقرير التالي. سلطان باشا الأطرش مقاوم سوري عرف ببطولاته ضد الاستعمار الفرنسي، حيث تجسدت خلال الثورة السورية الكبرى التي دحرت المستعمرين الفرنسيين عن أرضنا عام 1925. ولد سلطان باشا الأطرش في القرية بمحافظة سويداء في الخامس من آذار من عام 1891، حيث تمرس على يد والده المقاوم الشيخ ذوقان الأطرش الفروسية والرماية وفنون القتال، كما تعلم مبادئ القراءة والكتابة على يد بعض المعلمين، ثم تابع دراسته باجتهاده الشخصي. أولى المعارك التي شارك بها سلطان باشا الأطرش مع والده كانت عام 1910 في قرية الكفر ضد الاحتلال العثماني، وأبدى فيها شجاعة ملحوظة، حيث قام الاحتلال العثماني الوحشي في عام 1911 بإعدام والده وعدد من المقاومين السوريين، الحادثة التي تركت في نفسه أثرا عميقا. لبى نداء الوطن مع عدد من المجاهدين الذين رفعوا العلم السوري خلال معاركهم ضد المحتلين العثمانيين والألمان، واستمر سلطان باشا الأطرش بمقاومته ضد الاستعمار، حيث قاد الثورة السورية الكبرى ضد الاحتلال الفرنسي عام 1925، وخاض أشرف المعارك بإيمانه الراسخ بوحدة سوريا ووجوب استقلال الوطن استقلالا تاما من الاستعمار الفرنسي وذيوله. توفي سلطان باشا الأطرش في 26 من آذار من عام 1982. هلأ سلمى وصلنا لبداية فقراتنا لليوم، ومنبقى مع مجموعة حملت شعار وطن شرف إخلاص ليكونوا أبطالنا وبواسلنا بوصلة أنشطتهم ومبادراتهم، فقد كانوا رواية بكل ميدان غايتهم بأنه يكونوا دعم وسند لأبطالنا. اليوم بعد العديد من المناطق الساخنة والجبهات اللي تواجدوا فيها مع جنودنا بالجيش العربي السوري، رح نتعرف أكثر على هي التجربة وبشكل مباشر مع مديرة الفريق سوسن جرير. صباح الخير وأهلا وسهلا.
وسهلا فيك. يسعد صباحكم صباح المشاهدين، وبنرفع اسماء ايات الحب والتقدير لجيشنا الباسل والقوات الرديفه اللي عم يسطروا ملاحم النصر والشفاء العاجل لجرحانا والرحمه لشهدائنا الابرار. اكيد يسعد صباحك عن جديد. بالبدايه خلينا نتعرف من حضرتك على مجموعه وطن شرف اخلاص. مجموعه وطن شرف اخلاص هي مجموعه تطوعيه شباب محب للوطن وسيد الوطن حابب يعمل شيء بهي الازمه ويكون رديف للجيش. نعم. تشكلت المجموعة بعد خطاب الثاني لسيد الوطن تحت قبة البرلمان ترجم شبابنا الواعي المثقف هذا الخطاب بأفعال، فكانت مجموعة وطن شرف إخلاص. نعم، يعني مثل ما حكينا بالبداية أنه كان لكم زيارات لعديد من الجبهات والمناطق الساخنة، فخبرينا يمكن شو هي أبرز هي التجارب وكيف كان تعاطيكم، خاصة أنه بيكون مجموعة من المدنيين بمناطق ساخنة. نحن حبينا أن نكون مع أبنائنا المقاتلين، هالجيش الصامد اللي علم الشجر معنى الثبات، اللي رسم ملاحم النصر، اللي كان هو العزة والكرامة، فحبينا نكون معه بالجبهات نقدم لهم. طبعا هن المعنون بعازتنا، بس هو دعم معنوي أنه أمهات وراك مقدمين لك وجبات أكل، اشتهوك بهالقصة وجايين على الخطوط الأولى ليقولوا لك شكرا، لولاك نحن ما كنا بخير. أكيد، يعني عنوان الجمعية بحد ذاته هو مأخوذ من شعار الجيش العربي السوري وطن شرف إخلاص، قد يمكن هذا الشعار عم بيحملكم مسؤولية بهذا الوقت؟ طبعا نحن فخورين بجيشنا اللي حاربته كل دول العالم، وبإذن الله طبعا وبالعقيدة اللي هو ربيان فيها ما حسنوا عليه ولا بيحسنوا عليه اكيد ان شاء الله. نحن كثير فخورين، ونحن اخذنا هذا الاسم من الجيش يعني لانه هو فخر لنا. اكيد مثل ما عم نشوف صور من هي الزيارات يلي كمان ما فينا ننكر قد ايه كان لها دور الام بفعالياتكم ونشاطاتكم، كان لها تواجد بشكل كبير. خبرينا كيف كان تعاطيكم وشو قدرتوا تقدموا؟ يعني رفع معنويات، في مقاتلين صار لهم فترة ما شافوا أهليهم، فنحن كمجتمع مدني وقت نحن بنطلع على الخطوط الأولى فبيحسونا أخواتهم أمهاتهم، يعني إنه نحن منحب نقدم لهم إنه نحن كحدا مدني جايين نقول لك نحن خلفك ومعك. بالنسبة للدعم المعنوي للمقاتل حقيقة نحن بنطلع مستمد منه القوة، كمان بتحسي ثابت، بتحسي ابتسامته ما بتفارقه، يعني نحن فعليا نحن بنقول طالعين نقدم شيء معنوي، وانما بالفعل نحن بنطلع لنستمد القوه منه. اكيد، خلينا نحكي قديش عدد الاعضاء الجمعيه، وين متوزعين، بأي محافظات ولا بس بدمشق؟ لا نحن انشطتنا على جميع المحافظات، بس تواجدهم بدمشق 150 شب وصبيه، ونحن قلنا الفخر انه من ضمنهم امهات شهداء. الأم السورية أثبتت بهذه الأسماء أنه هي أم عظيمة، أمهات الشهداء اللواتي أجبرنا العالم على الانحناء لهن بصبرهن على الشدائد، الأم السورية اللي أعطت شهيد كمان صارت بمجموعتنا مثال، بتحس كل مقاتل هو ابنها، يعني ما اكتفت بأنه أعطت ابنها، عم تقدم شيء. وأنا بوجه لهم عبر قناتكم الشكر والإجلال أنه هن فعلا معطائين بكل معنى الكلمة، فنحن فخورين أنه في بعض المتطوعين عنا بالمجموعة هن أمهات شهداء، يعني إن الفخر فيهم. يعني خلال سنوات الحرب لاحظنا وجود عدد كبير من الجمعيات، سواء المبادرات الفردية تطورت وصارت مجموعات أكثر وكان لها بصمة كثير مميزة. اليوم ثقافة التطوع اللي صارت مزروعة يمكن بنفس كل سوري وكل شب وصبية، ونادرا سلمى ما شفنا شب وصبية بهذا الوقت خصوصا ما كان مشترك بجمعية، ما بينتموا لمجموعة معينة وكان لهم بصمة. اليوم شو الشيء اللي بيميز مجموعتكم يمكن عن باقي هي المجموعات؟ شو بتحسي انه ممكن قد ايه ممكن هي تتعاون حتى معهم لحتى يقدموا انجاز أكبر وأهم؟ يعني نحن بنعرف انه كلما ازدهر المجتمع كلما زاد
شبابه انخراطا في العمل التطوعي. وأنا بوجه الشكر والمحبة لكل المجموعات الوطنية، نحن ما بنمتاز عنهم بشيء أبدا، يعني نحن وهن نتنافس في محبة الوطن، منافسة شريفة، بالعكس نحن في بعض الفعاليات بنتعاون نحن وياهم، وهذا عطى صورة كتير حلوة للشارع السوري. شبابه واعي مثقف، والثقافة لا تعني حملة شهادة وإنما ثقافة فعل. أثبت شبابنا بالعمل التطوعي كأعمال تطوعية بالنسبة لتوزيع الخبز، بالنسبة لإدهام بعض المناطق بلون العلم، فبتلاقي حتى المجموعات متعاونة مع بعضها. يعني وقت نحن منكون بفعالية ما منقول هذا الشاب لأنه مجموعة تابع، أبدا، ينخرط الشباب التطوعي لأنه دائما بيجمعهم محبة وحابين هن فعليا يكونوا مثل ما حكيتي حضرتك. الشارع السوري أثبت مدى اهتمامه بالعمل التطوعي لأنه هيك ربيان، يعني هيك نحن مجتمعنا ربينا على العمل الخير وعمل التطوع. فأنا بوجه الشكر، بالعكس نحن إن الفخر إنه بهي الأزمة طلعت مجموعات وطنية نحن ما بنمتاز عنا إلا نحن وياهن على نفس المسير. طيب خلينا نحكي شوي، يمكن خلينا نقول الهدف الأول بجمعيتكم هو التواجد مع أبطال الجيش العربي السوري بالأماكن الساخنة، هل في على جدولكم أهداف تانية؟ ممكن تعملوا مشاريع مثلا لأمهات الشهداء، ممكن تعملوا شيء تاني، ولا بس حاليا هو الهدف الأساسي التواجد بالأماكن الساخنة؟ التواجد مع المقاتلين هو واجب بكل بيت كأمهات سوريات أنه نحن نكون مع أبنائنا، أما هو الهدف هي زراعة البسمة بكل بيت على طفل سوري. نرجع نعيد ونعمر اللي ما يعني نكون من أول وجديد أمور جديدة، يعني أعمال خيرية مو فقط بس خدمية، خلينا نقول يعني إنه نحن عنا رعاية أسر شهداء، رعاية أطفال الشهداء، عملنا أنشطة كتيرة، شكلنا فريق كرة قدم للأطفال، شكلنا كورال من أبناء الشهداء. فيعني نحن يعني مو فقط إنه نحن تواجدنا على الخطوط الأولى هذا واجب، وإنما الأنشطة هي أنشطة ثقافية فنية، فعليا إنه نحن شعب معطاء وناجح بكل المجالات. يعني نحن أنشأنا من أطفال الشهداء والمقاتلين فريق كورال كتير حلو رائع بغني أغاني وطنية جديدة، عنا أساتذة متطوعين مشكورين طبعا لحملة الشهادتين بيعطون دروس كمان قبل الفحص، عنا جانب طبي، في عنا دكاترة بيقدموا خدمات طبية، فنحن مجموعتنا هي عبارة عن خدمات تقدم للمواطن سواء كان أسرة شهيد أو أسرة مقاتل. يعني نعم مدام سوسن، مثل ما تفضلتي وحكيتي كان في وقوف كبير إلى جانب كان شريحة من المجتمع اللي هي أبطال الجيش العربي السوري، أمهات الشهداء، ذوي وأطفال الشهداء كمان يلي هن يمكن أكثر شريحة قدمت بهذا المجتمع وبهذا الوقت يلي نحن بأمس الحاجة للتضحية فيه. فقدي بتحسوا كناحية نفسية ورضا ذاتي أنه فعلا أنتوا قدرتوا تقوموا بواجبكم، قدي عطاكم دفع معنوي ومسؤولية أكبر؟ أكيد نحن فخورين أنه نحن ما وقفنا عاجزين بهاي الأزمة أو حدا أخذ جانب، نحن مع أبنائنا المقاتلين. أنا كتير بنبسط وقت بيطلعوا شبابنا ليودوا وجبات الأكل وبيوصلوا لمرحلة الخطورة، نحن منحس فيهم أنه هن قديش قادرين أنه يعيشوا الأزمة. بالعكس هذا عطانا معنويات عالية، حسسنا قديش معنى الصمود والكبرياء والعنفوان. يعني ونحن مثل ما حكينا ببداية الموضوع أنه وطن شرف إخلاص هو اسم للجيش، فنحن لازم نكون جديرين بهذا الاسم، فعطائنا بيكون في عليه شوية مسؤولية أنه أنا ما لازم أتقاعس بهذا الموضوع لحتى أكون جديرة باسم مجموعة وطن شرف إخلاص. نعم. أكيد. حالياً شو النشاطات اللي عم تحضروا لها؟ هلأ حالياً في عنا شيء مبادرة بدنا نكون مع أسرة كل مقاتل طبعاً،
في شيء جديد. قلت لك نحن المجموعات الوطنية نتنافس منافسة شريفة بمحبة الوطن، فنحن ما بنحب نعلن عنها إلا لتكون، بس هي دائما بخدمة المقاتل وأسرة المقاتل. نعم. كمان كرسالة بتحبي توجهيها حضرتك من خلال تجربتك بهي المجموعة واسمها الكبير يلي عم يندرج تحته عدد كبير من الشباب والصبايا، فشو بتحبي توجهي كلمة لكل الأشخاص، لكل الأمهات، لكل شخص لسه يمكن ما جرب هي الثقافة، ثقافة التطوع العطاء لظروف مختلفة؟ أول شيء أنا بوجه قلت لك الشكر لأمهات الشهداء اللي هن تاج على رأسنا، اللي عم يقدموا وما زالوا عم يقدموا. بوجه وأنا ابني مقاتل في الجيش العربي السوري، فنحن عنا إحساس بهي المسؤولية. يعني أنا وقت بزور أي مكان أو أي مقاتل بالجيش بحسه ابني فعليا، يعني بحس هذا الإحساس. فأنا بوجه الشكر للشباب اللي فعلا أثبتوا خلال السنوات الماضية من العمل أنه هن فعلا شرف وإخلاص. بالنسبة للشباب اللي لسه ما وصلتهم ثقافة العمل التطوعي، بتمنى يعني أنه يكون في عندهم الوقت أنه ياخدوا بعض الأمثلة، أنه أم الشهيد عم أعطت وما زالت عم تعطي، أم المقاتل زوجة المقاتل عطت وما زالت عم تعطي. يعني حقيقة للأسف يعني هي النسبة كتير قليلة أنه اللي ما وصلتها ثقافة العمل التطوعي أبدا. نحن في بعض الفعاليات في حملة إذا تفيتوا مندفن زلنا على الشارع، فما بتحسي في فرق ما بين المواطن والشاب التطوعي لأنه انخرط مع بعضه. فما بظن انه هي نسبة كتير قليلة اللي لسه ما وصلت لها بهي الأزمة ثقافة العمل التطوعي، انه هو واجب وطني بهي الأزمة والهجمة الشرسة على وطننا الغالي. لازم نحن نكون بكل معنى الكلمة حدا معطاء، بكل معنى الكلمة. نعم. بجوز كلمة، بجوز موقف، بجوز أنا إذا ممكن إذا عملت حملة نظافة يكون أديت واجبي. نعم. وأعطيت صورة نحن كرمنا متفوقين فعلا، أبناء مقاتلين وأبناء شهداء حصلوا على تفوق في هذه المرحلة. قديش نحن شعبنا عظيم وأثبتنا للعالم برغم الهجمات الشرسة الشعب السوري قوي بكل ما تحمل هذه الكلمة، وما رح يقدروا علينا لأنه نحن الرب معنا إن شاء الله. أكيد. والنصر بإذن الله بوجوهكم المشرقة وجيشنا اللي نحن فعلا بنرفع رأسنا فيه. أكيد. بالختام نحب نتشكرك، شكرا كثير لك، تحية لكل أعضاء الفريق أكيد، والله يحمي لك ابنك. شكرا كثير لكم، شكرا لقناتكم اللي عم تواكب هذا العمل التطوعي وعم ترفع من معنوياته، وشكرا لجيشنا الباسل اللي لولا نحن ما عنا لا كرامة ولا كان إنا وجود، وشكرا لدماء الشهداء اللي فعلا صارت أرض سورية مقدسة اللي اختلطت بدماء شهدائنا الأبرار. شكرا لك مدام سمسان. أما هلأ فرح لحروح محطتنا التالية من دمشق، وصلوات وقضاديس رفعت لدعم أبطال الجيش العربي السوري بصمود وانتصارات، وأدعي حملة السلام لسوريا النصر لجيشها. بنتابعها سوا بالتقرير التالي. نحن نشكر الله بنعمة ربنا وهمة الشباب اللي كانوا عم يدافعوا عنا جيشنا العظيم، قدرنا أنه نتمم الصلوات بكل الأيام، الأحد والتنين والثلاثة والأربعة كل الأيام. كان يعني هذا دورنا لنقول أنه نكون إلى جانب أولادنا اللي عم يبذلوا حياتهم لحتى يدافعوا عنا. هلأ كلياتنا مسؤولين ما في شك أنه ندافع عن وطننا وندافع عن بلدنا، كلهم بطريقته وكلهم من موقعه. الله يحميهم يا رب وياخذ بايدهم وينشروا لنا الامان لنرجع نحب بعضنا. منصلي لحتى يقيم الرب يسوع المسيح بمناسبه هالصلاه يقيم سوريا من الوضع اللي فيها، ويخلص هالشعب من المآسي، ويكافح المجرمين والمتسللين والارهابيين عن البلد،
ويصون سوريا ويحميها ويحمي رئيسها وجيشها وشعبها. أنا ابني عسكري كمان، بحييه وبحيي كل هالجيش يلي لولا صدقيني يعني من كل قلبنا، يعني كلياتنا صرنا بدنا ننزل على هالمعركة ونقول يا رب يا رب خلصنا، لأنه كان شيء لا يحتمل أبدا أنه هالإرهابيين أنه يجوا يتسللوا على مناطقنا لحتى بس يعملوا فتنة بهالبلد. فنشكر الله، نشكر الله اللي انتصرنا، ويعني ما بتصدق قد ايه مبسوطين. لهذا السبب اليوم طلعنا نجي نصلي مشان ندعي لبلدنا ولكل الناس اللي طلعوا بسلام، والله يحميهم ويرحم اللي مات. الله يقويه، الله يحمي، الله يحمي، الله حامي سوريا. هالكلمة مو غلط، والله في قدرة إلهية. هذا انتصار فخر إلنا ولرئيسنا ولكل المسيحيين والإسلام ولكل الأمم العربية. يشوفوا الشعب السوري كيف انتمائه لجيشه ولأهله ولجيرانه ولكل شيء، وصامدين ما بنطلع من بيتنا طول ما نحن عايشين. والله ينصر الجيش العربي السوري. سلمى، أكيد وصلنا لبداية جولتنا الثقافية لليوم، ورح نبدأها أكيد من دمشق، حيث يعلن اتحاد الكتاب العرب أسماء الكتاب الفائزين بجائزة دمشق للرواية العربية، وذلك في حفل يقام عند الساعة 11 من ظهر يوم الاثنين المقبل في مكتبة الأسد الوطنية. وصل عدد الأعمال الروائية التي شاركت في الجائزة في دورتها الأولى وعلى الرغم من الظروف التي تمر بها سوريا إلى 25 عملا روائيا ينتمي كتابها إلى 5 دول عربية هي سوريا، العراق، فلسطين، الجزائر والبحرين. تهدف الجائزة إلى تفعيل دور الكتاب الثقافي ولا سيما في مرحلة الحرب الإرهابية على سوريا. إلى مصر انطلقت فعاليات معرض الإسكندرية الدولي للكتاب بمشاركة 260 ناشرا من 12 دولة عربية وأجنبية، منها مصر، فلسطين، سوريا، روسيا وغيرها، ونحو 100,000 عنوان لمؤلفات وإصدارات في شتى المجالات. معرض الإسكندرية الدولي للكتاب يقام لأول مرة بالتعاون بين مكتبة الإسكندرية والهيئة المصرية العامة للكتاب، بعد أن كانت كل منها تقيم معرضا منفصلا كل عام في المدينة الساحلية. ويكرم المعرض المؤرخ الراحل مصطفى العبادي الذي كان أول من كتبت الإسكندرية في سبعينيات القرن العشرين، حيث يقام حفل تأبين بالتعاون مع قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية وجمعية الآثار، ويستمر المعرض حتى 4 نيسان. وإلى لندن، حيث تقيم دار سوثبي للمزادات العالمية مزادا لبيع الأعمال الفنية تحت عنوان النسخ والإعداد. ومن بين اللوحات الفنية المباعة لوحة للفنان العالمي بيكاسو بعنوان مصرية، وتقدر قيمة اللوحة ما بين 80 إلى 120 ألف جنيه استرليني. يرجع تاريخ اللوحة إلى عام 1953 مرسومة باللونين الأبيض والأسود. ويعد الفنان بيكاسو واحدا من أشهر الفنانين التشكيليين في القرن العشرين، وكان أسلوبه في الفترة الأولى من حياته الفنية مختلط ما بين الفوضوية والفن الحديث. يعني سلمى، هي مجموعة من الأخبار الثقافية اللي حاولنا أنه نحصل عليها من جميع أنحاء العالم، ومع هذا الخبر الفن والرسم وبابلو بيكاسو نكون وصلنا لنهاية جولتنا الثقافية. أكيد فرح فاطمة. بين درجات السلم الموسيقي مقطوعات رسمت أو رسمت مشهد من الأمل على مسرح دار الأوبرا السورية.
فالموسيقى قدرت تكون سلاح كل فنان ليتحدى ويثبت وجوده على المسرح. أكيد سلمى ضيفتنا لليوم قدرت ترسم الأمل بأسلوبها الخاص وعبر آلة مميزة، آلة الفيولا، بدأت طريقة بعالم الموسيقى، وبعد محطات عديدة كان الختام على مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون ضمن أمسية موسيقية لموسيقى الحجرة، وهي عزفة الفيولا راما البرشة، هي ضيفتنا لليوم. أكيد صباح الخير راما، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك راما. صباح الخير. بالبداية خلينا نحكي عن شوي عن تفاصيل مشوارك الموسيقي، أمتى بدأتي، شو دارسة وهيك، يعني شوية تفاصيل. أول شيء صباح الخير. ثاني شيء أنا بلشت على العزف لما كان عمري 5 سنين بمعهد صلحي الوادي. بعد المعهد صلحي الوادي رحت على المعهد العالي سهل أمون وتخرجت ب 2015. هي ثاني تجربة كانت حفلة عزف منفرد. تماما. نعم. كان لك تميز راما إذا بدنا نحكي شوي عن تفاصيل كل مرحلة، مرحلة صلح الوادي أثبتي فيها يمكن التميز، وكان هذا الشيء هو يمكن الدافع لحتى أنت كملتي لقدام بالموسيقى، خبرينا عن هي المرحلة قد إيه أضافت لك. بمعهد صلح الوادي أغلب الأساتذة كانوا خبراء روس وأساتذة سوريين، بيعطوكي خبرة كتير إجباري وبيعلموكي، فبعد مرحلة معهد صلح الوادي بيصير عندك خيار، يا أما أنك تكفي بهذا المشوار يا أما أنه تنتقلي على مهنة تانية أو تحبي تجربي شيء تاني. أنا كان حلمي أني كفي بالموسيقى وامتهنة احترف في المهنة، فلقيت أني فوت على المعهد العالي. أكيد. طيب خلينا نحكي شوي عن التجارب اللي خطيها لحتى وصلتي لهاي يمكن الأمسيات اللي أحيتيها من فترة قريبة. هلأ غير الدراسة بالمعهد والخبرات اللي بتاخديها، في ورشات العمل اللي نحن بنروح عليها أو بنشارك فيها سواء بسوريا أو بلاد العربية أو برا، كله هاد بيعمل تراكم خبرات لحتى يقدر الواحد يكون عنده هاي الشجاعة والجرأة لحتى يطلع على مسرح دار الأوبرا يعمل حفلة. أكيد رما، خلينا نروح مع بعض لحتى نتابع مشاهد من الأمسية وبنرجع أكيد لنكمل حديثنا معك. يعني راما مثل ما تابعنا الحفل هو كان مزيج بين موسيقى خلينا نقول مؤلف الألماني ومؤلفين روسيين، كيف تم اختيار هاي المقطوعات؟ أكيد تحية للمايسترو مساكيد. برنامج هي موسيقى الحجرة، أغلب الأعمال من عصر الرومانسي إن كان رخمانينوف وغلينكا أو ماكس بروخ هو الأجدد تقريبا فيهم.
كيف تم الاتفاق على هذا البرنامج؟ بالنسبة لرخماني نوف وغلينكا هن من أجمل الأعمال الثلاثي وتري الثلاثي مع بيانو. فنحن كتير بنحبون هدول الأعمال أنا وشريكتي نورا صبيبي، فكنا حابين نقدمون هدول الأعمال. بالنسبة للكونشيرتو ماكس بروخ هو دبل كونشيرتو، كونشيرتو ثنائي للآلتين سوا، صعب وحلو وفي تحدي وهيك، فلهيك اتفقنا عليه هون لهيك اخترته. رما مثلنا كان الحفل على مسرح كبير مثل مسرح دار الأسد اللي هو يمكن أكبر شيء ممكن يحصل عليه أي موسيقي أو فنان بمسرح عريق مثل هذا المسرح. قد هذا الشيء ممكن بيحملك مسؤولية أنه نحن طلعنا على مسرح دار الأسد ومع حضور كبير، فالمرحلة القادمة قد لازم تكون بنفس المستوى أو أعلى؟ تمام. هلأ نحن أول تجربة كانت لنا أنا ونورا كانت بال 2015 بدار الأوبرا بقاعة المتعددة الاستعمالات. كانت القاعة صغيرة نوعا ما، بس كبداية أولى هي كانت خطوة كتير كبيرة وجريئة لنا. تاني حفل اللي هو هاد كان بقاعة الدراما، كانت كتير مسؤولية كبيرة علينا، فيها خوف أكيد وبس بنفس الوقت فيها هي الحماسة، عرفتي؟ كانت خطوة كتير منيحة. هلا للمرة الجاية حدا بيعرف؟ ما في شيء راما بتفكري فيه لقدام انه ممكن يكون في حفلات اكثر، تتعاوني اكثر مع موسيقيين، يكون في كثافة؟ يعني من 2015 17 مثل ما عم نحكي في سنتين لحتى كان في هي الحفل. هلا نحن بهي الحفلة كان لنا الشرف انه عزف معنا المايسترو ميساك. بالحفلات الجاية اكيد بنتمنى انه نحن نقدر نعزف مع زملاء لنا وأساتذة غير من غير آلات بركي. شو في لسه لقدام لسه ما بنعرف، بس طموح الإنسان كبير لسه طلع معنا كتير شغلات. أكيد أكيد. طيب راما خلينا نحكي شوي، يمكن الفن بهذا الوقت صار كتير عليه ضغوطات، والفنان بشكل عام سواء كان شاب أو حتى صار عليه كتير ضغوطات، الأزمة حملته مسؤوليات إضافية. مثلتي سوريا، شاركتي بمهرجانات خارجية أو بتطمحي لهذا الشيء؟ هلأ نحن من فترة كان في ملتقى أوركسترا شباب بإيطاليا، طلعنا أنا وأربعة من أصدقائي من هون، مثلنا الشباب السوري الموسيقي. ردة فعل فينا نقول الطليان كانت أنهم يتفاجئوا، لأنه ما تعرفي الأزمة والحرب ما في العلاقة، يعني قد ما الواحد حاول يوصل الوجه الحضاري لسوريا وهيك إلا إذا كان بيناتهم حتى يقدر يثبتها فعلا. تفاجئوا انه في موسيقى بسوريا، انه في موسيقى بسوريا وموسيقى جديه وموسيقى كثير منيحه، موسيقيين بيعرفوا شو عم يعملوا وبيرتقوا للمستوى العالمي. فكانت كثير تجربه منيحه قدرنا نوصل فيها هي الفكره. وبغض النظر عن نحن، في الموسيقيين اللي سافروا برات سوريا، صحيح احنا خسرناهم هون، بس هن عم يكفوا بنفس المسيرة وعم بيفرجوا للعالم انه الموسيقي السوري موجود وهو مستواه كتير ممتاز. نعم. جماعة قبل ما نحكي عن دور الموسيقيين بالخارج وعم نحكي عن السوريين بشكل خاص، بدنا نحكي هون بالبلد بسوريا. قد ايه لما بيكون في حفلة بيكون لها صدى كتير كبير، بتقدر يمكن تخرج الناس من حالة معينة؟ الموسيقى دائما مثل ما نحن كلياتنا بنقول انه هي غذاء للروح، وهي دائما مقولة مانا عن عبد. فقد ايه بتحسي انت بهذا الشيء لما بتخلصي حفلتك وبتطلعي؟ هلا بس الواحد يفوت على الحفلة بيكون تعرفي توتر وهيك ستريسي ومتحمس وكلهم سوا. لما بيطلع على المسرح اول مواجهة مع الجمهور بتكسر هذا الستريس كله، لانه سي بده يعطي كل شيء عنده لحتى بما معناه انه يشكر الجمهور اول شيء لدعمه لإله ولانه اجا. فلما ببلش بيعزف او بتعزف بيكسر هذا الحاجز من الخوف، بتصير في حالة مثل اندماج فينا نقول عنها، بيندمج بالموسيقى بصير بيعطي كل شيء عنده فيه بالموسيقى لحتى يوصل للعالم اللي هو بيحسه واللي هو عم فكر فيه واللي اشتغل عليه. بعد الحفلة أكيد يكون كتير مبسوط، خاصة إذا كانت النتائج بترتقي للشيء اللي هو كان عم بيقدمه.
أكيد رح نروح سوا راما ونشوف كمان مشهد من حفلة إليك مع نور نورة نورة ونرجع يلا. كثير شيء مميز اللي سمعناه وشفناه قبل شوي. بدنا نوجه كمان تحية لنورة زميلتك وسؤالي قدي في انسجام بيكون لحتى يطلع عمل حلو هيك، ما بدنا نقول بس بالأداء، بالروح، لأنه دائما لما بنحكي عن موسيقى في روح بالموضوع. أكيد. هلأ نورة أول شيء هي أنا وياها من نفس الدفعة بالمعهد صلحي وبمعهد العالي، يعني تقريبا بلشنا سوا بالموسيقى. لما تخرجنا أنا بعت يعني برأيي الشخصي انه هي من احسن عازفات الكمان، واحدة من احسن عازفات الكمان هلا بالبلد. شفتها انه هي كتير متحمسة لتعمل شيء مشروع خاص لها، وانا كان عندي نفس الشيء، فحكينا واتفقنا انه بنوحد المشروع وبنقدر نطلع فيه سوا. لما اتفقنا على اول حفلة بال 2015 كان كتير انجاز عظيم انه اتفقنا وهيك. بعدين فيك تقولي انه تفاجئنا قديش نحن منسجمين سوا، نحن نفكر نفس الشيء، فينا نفصل بين الشغل، تعرفي الشغل والصداقه شيء، فينا نقدر نفصل بيناتهم. وغير هيك تفكير الموسيقي كثير بيشبه بعضه بيني وبينها، فكان كثير ممتاز هذا الحكي انه قدرنا نعمل شراكه كثير منيحه. أكيد يعني، وهذا الشيء كان واضح فرح من الفيديو اللي شفناه والانسجام بيناتكم. شو يمكن كمان بتفكروا تعملوا شيء تاني؟ هلأ بنشوف كتير ثنائيات بيعملوا أنواع من التحدي، أنه بيعزفوا موسيقى صعبة أو موسيقى بدها تركيز كتير بالنقلة بين الشخص والتاني. شو الممكن أو تحدي شفتوه عالميا وحابين تعملوا شيء بيشبهه مثلا؟ هلأ الموسيقى كتير
وما بتخلص. بالنسبة للأعمال المكتوبة لكمان وفيولا فهي نوعا ما قليلة شوي. قليلة تماما. فأول حفل لقينا أعمال كانت للكمان والفيولا مكتوبة خصيصا لهدول الآلتين. في أعمال ما كانت معروفة كتير، في أعمال معروفة مثل هاندل، هذه كانت معروفة. بالنسبة للحفل الثاني اللي هلأ صار من كم يوم، بس بروخ كان مكتوب للكمان والفيولا، أما الأعمال الثانية فهي كانت مكتوبة للتشيلو كمان، والعمل الثاني كان بصون وكمان. فنحن نحب الأعمال وبدنا نشتغلها، هي لقينا كتير صعوبة فيها لحتى أنت تقدري تحولي من آلات لغير آلة، لحتى تقدري تجيبي نفس نوع الصوت، نفس الريجسترات ونفس الروح تبع الآلة. هي لقينا صعوبة أكيد. هلأ للحفلة الجاية شو ممكن نلاقي؟ لسه شيء ما بنعرف، بس أنا ونورة بنحب نتحدى حالنا دائما، أنه شغلة صعبة ما بيهمنا، في تحدي أنه التمرين بيجيب نتيجة دائما. فلنشوف هلأ الحفلة الجاية. وكتير شيء مميز مثل ما شفنا، أنه مثل ما عم بتقول يمكن الموسيقى شوي قليلة بين الآلتين اللي هي كمان والفيولا كانت قليلة شوي، لكن رغم هيك طلع شغل حلو مثل ما شفنا. هلأ كمان رح نروح راما لحتى نشوف كمان مشاهد من أمسية ومنرجع نكمل حديثنا. يعني مثل ما تابعنا مقطع تاني من العزف، وفعلا هيك بتروحي مع هاي المعزوفات تسرحي مع الموسيقى، هذا الأثر أثر الموسيقى على روح الإنسان كمان. خلينا نحكي شوي عن لا في موسيقى تساعدك وين ما كنتي، بأي حالة نفسية كنتي فيها، حالة كنتي معصبة، متاحة، زعلانة، فرحانة، هي الموسيقى دائما تشدك لورا. يعني شلون بتشدك لورا؟ بتشدك نفسيا ترتاحي تماما. فشلون اذا كنت عم تعزفي الموسيقى؟ هي حاله ثانيه تماما، فيكي تعبري فيها بكل شيء بتحسيه. فما في وسيله اوضح او احسن لحتى الواحد يعبر عن مشاعره او اللي بيحس فيه غير يا بالعزف او بالموسيقى بشكل عام. فهي لها تاثير كثير قوي على النفسيه. رامة شو مفكرة تعملي شيء جديد في حتى حاطتيها، إن كان لمتابعة دراسة أو إن كان لسفر أو حفلات تانية بالبلد؟ هلا بالنسبة لموضوع الدراسة، تكمل دراستي برا، أنا حاولت من فترة إني كفي دراستي ما زبطت، رجعت على البلد. إني كفي هلا هي أكيد منيحة وهي لازم، لأنه
الواحد ما بيوقف دراسة ولا بيوقف التعليم أبدا. بالنسبة للشغل هلا أنا بالسيمفوني، وفي بالسيمفوني الوطنية وأوركسترا العربية وأوركسترا ماري، فمشروعي الشخصي كمان هو كتير مهم بالنسبة مثلا أنا ونورا. شو في لقدام؟ أكيد لازم يكون في حفلات تانية. أيمت افتراض قريبا ما يكون في هاي الشرخ الوقت بيناتهم مثل المرة الماضية، بس لسه في واحد بفكر شوي شوي عم أهله. تكون كل خطوة مدروسة. تماما. أكيد. يعني ذكرتي ثلاث فرق موسيقية من أهم الفرق حاليا، تحية أكيد للمايسترو ميساك، مايسترو عدنان، ومايسترو رعد خلف. الأسلوب المختلف يمكن بين الثلاثة، شو تعلمتي منه؟ بكل أوركسترا من هدول الثلاثة طبعا مع احترامي للجميع ومحبتي لهم، بتعلمي إما نوع موسيقى جديدة أو ستايل بالعزف، مثلا الفرقة السيمفونية غير العربية غير أوركسترا ماري، كله بيعطيك خبرة كبيرة لقدام. كل حدا بيزيد لك من خبرتك بالعزف، بالتكنيك، كيف تفكري، كيف تقري الموسيقى. فهن يعني أساتذتي وأنا كثير تشرف وفخورة يعني إني أنا بعزف معهم. نعم. شو بتحبي توجهي راما كلمة لكل الناس اللي يمكن دائما بيحضروا حفلاتك بيشجعوك، سواء من عائلتك من أهلك، ولكل الناس اللي بتحب هالموسيقى ومواظبة دائما على إنه تكون بدار الأوبرا رغم كل شيء عم بيصير؟ أكيد. هلا أول شيء بالبداية بدي أشكر أهلي، والدي ووالدتي، انه عرفوني على الموسيقى وخلوني فوت على هذا المجال. اساتذتي والمعهد كثير كان لهم اثر، وهن اللي عملوا منهم راموا البشا فينا. بالنسبه للعالم بالموسيقى هون، ما نخلي الازمه والحرب تضغطنا بمجال نحن نبعد فيه عن الشيء اللي بنظف روحنا من جوا. الحرب بدها تمشي ورح تخلص بالنهاية، بس في موسيقى وفي روح وفي ثقافة وفن، هي بتضل، ونحن اللي رح نرفع سوريا لقدام بموسيقتنا وثقافتنا. فلا ضلوا عم يحضروا حفلات ويحضروني مثلا، وهيك أفضل رسالة من قدمها. أكيد. بالختام بدنا نتشكر وجودك معنا ونتمنى لك التوفيق أكيد بكل الخطوات الجاية مع نورا كمان. شكرا كثير لك راما، ونتمنى أكيد نضل نشوفك بأعلى المراتب ونضل نشوف هاي الحفلات الحلوة. شكرا لك. أما هلأ فرح صار الوقت لننتقل مع مشاهدينا لغرفة الأخبار ونتعرف سوا على آخر الأخبار يلي عم تشهدها الساحة السياسية العربية والعالمية مع زميلة كاترين عضيمة. يسعد صباحك كاترين. يسعد صباحك سلمى. مشاهدينا موجز لأهم الأخبار بعد الفاصل. أعادت وحدات الجيش العربي السوري العاملة بريف حلب الشرقي الأمن والاستقرار إلى 6 قرى جديدة بريف حلب الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات تنظيم داعش الإرهابي فيها. والقرى هي أم المرة وشريمة وجنات سلامة وحاد حوش والقصير وخرائج دهام، وتقوم عناصر الهندسة بتمشيط القرى وتفكيك العبوات الناسفة والألغام تمهيدا لعودة الأهالي الذين هجرهم إرهابيو تنظيم داعش إلى منازلهم. أفادت مصادر مقربة من الأمم المتحدة بأن وفد الجمهورية العربية السورية إلى الحوار السوري قدم خلال جلسة المحادثات أمس مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ورقة لمكافحة الإرهاب. وعقد وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري جلسة محادثات ثانية في مقر الأمم المتحدة بجنيف مع دي ميستورا في إطار الجولة الخامسة من الحوار السوري.
ودعا ديمستورا روسيا وإيران والنظام التركي إلى بذل جهود طارئة للحفاظ على نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا. ووفقا لبيان صادر عن مكتب ديمستورا الإعلامي، فإن الجهود المشتركة لإيران وروسيا والنظام التركي لضمان استمرار وقف الأعمال القتالية ضرورية لتحسين الظروف على الأرض والمساهمة في ضمان بيئة مساعدة لعملية سياسية مثمرة في جنيف. في العراق، قضى الجيش العراقي على عدد من متزعمي تنظيم داعش الإرهابي في غارة جوية دمرت موقعا لهم في منطقة البعاج بحي الثورة على الساحل الأيمن من مدينة الموصل. ومن بين القتلى الإرهابي عبد الله الهياف الملقب أبو الحارث، مسؤول مضافات داعش سعودي الجنسية، والإرهابي خالد محمد هزاع الشمري مسؤول كتيبة أبو الزبير الإنغماسية سعودي الجنسية، والإرهابي عبد الرحمن محمد مراد البودولة المسؤول الإداري لقاطع البعاج. في خبرنا الأخير، وردا على فرض الولايات المتحدة عقوبة ضد 8 شركات روسية، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن قرار الولايات المتحدة فرض تدابير تقييدية فيما يتعلق بعدد من الشركات الروسية يقوض أفاق التعاون في محاربة تنظيم داعش الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية التي تهدد جميع البلدان بما فيها الولايات المتحدة. ختام الموجز، نعود لبرنامج صباحنا غير. شكرا لك كاترين، اهلا مشاهدينا مستمرين بصباحنا غير، وصلنا لمحطتنا الاخيره. اكيد سلمى، فتحت عنوان المقاومه جدوى مستمره عقد ملتقى القدس العالمي لشباب فلسطين الدوره العاشره من مؤتمر القدس لشباب فلسطين بدار البعث في دمشق. خلونا نتابع مع بعض مشاهد من الفيديو التالي ونرجع لنسلط الضوء اكثر على التفاصيل. تحت عنوان المقاومة جدوى مستمرة، عقد ملتقى القدس العالمي لشباب فلسطين الدورة العاشرة من مؤتمر القدس لشباب فلسطين، وذلك في دار البعث بدمشق. المقاومة هي السبيل الأوحد لنهضة الأمة، لوحدة الأمة، لجمع شمل الأمة. عندما تغيب المقاومة يتشتت الناس، وعندما تأتي المقاومة يجتمع الناس. نحن مع المقاومة، وهذا الجيل، جيل الشباب، هو الذي عليه أن يحمل هذه الراية، يسير بها حتى يرفعها على روابي ومآذن وكنائس القدس وكل فلسطين، والنصر للمقاومين. القدس في يعني في أذهان الإيرانيين من بداية الثورة الإسلامية القضية الأولى، كما قال الإمام الخميني الراحل، القضية الفلسطينية والقدس هي مسألة قضية أولى في كل يعني اهتمامنا. ولأجل هذا يعني هذا من واجبنا، حتى يعني بالنسبة يعني دعم الشعب الفلسطيني والانتفاضة الفلسطينية، لأن هاي المقاومة ليس فقط للفلسطين، لكل المسلمين العالم. هذه الانتصارات التي يحققها اليوم الحمد لله الجيش العربي السوري ستمد المناضلين في فلسطين، أبناء الانتفاضة، شباب الانتفاضة، شابات الانتفاضة، وأهلنا الصامدين في الضفة الغربية، في غزة، في فلسطين 48، في الناصرة وفي حيفا ويافا وعكا، في كل الأماكن في فلسطين، ستمدهم بالعزيمة والإرادة والقوة، وبالتالي تمدهم بالأمل بأن النصر إن شاء الله سيكون حليف كل هذا المحور في القريب العاجل إن شاء الله. في ظل التطورات، ونحن في دمشق اليوم في ظل التطورات التي تشهدها سوريا، هذه المؤامرات المستمرة على هذا البلد العزيز، على هذا البلد الذي يشكل القلعة المركزية للأمة العربية، نعتبر أن الشباب الفلسطيني عليهم دور سواء في فلسطين أو في سوريا أو في العالم في مواجهة مخططات المعادية التي تستهدف قضيتنا الوطنية الفلسطينية وتستهدف سوريا وتستهدف الأمة العربية من خلال دور لترابط النضال الوطني والقومي. خلال حفل الافتتاح تم إلقاء عدد من الكلمات، منها كلمة ملتقى القدس العالمي لشباب فلسطين، وكلمة الشباب السوري، وكلمة الشباب المقاوم، وكلمة فلسطين، على حين تضمنت جلسات العمل محورين، الأول سياسي توجيهي والثاني شبابي حواري، إلى جانب عرض فيلم عن المؤتمر، كما تم تكريم عدد من المثقفين الفلسطينيين.
ولنتعرف بشكل أوسع على أبرز أعمال ملتقى القدس العالمي لشباب فلسطين معنا بالاستوديو الدكتور نضال حماد وهو مدير أو رئيس ملتقى القدس العالمي لشباب فلسطين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير وصباح النصر المعمد بدماء الشهداء ورائحة الياسمين الدمشقي، أكيد في هذا الصباح صباحنا غير. شكرا لاستضافتكم. يسعد صباحك عن جديد دكتور، وبالبداية خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن الإعداد للملتقى وشو الهدف منه. حقيقة هذا الملتقى هو يقام كل عام تحت رعاية جمعية الصداقة الفلسطينية الإيرانية في دمشق، وبلفتة كريمة منها ارتأينا أن يكون هناك منبرا للشباب، شباب فلسطين، نقصد بشباب فلسطين أي إنسان، أي إنسان شاب بغض النظر عن جنسيته، عن ديانته، عن لونه، عن عرقه، كل إنسان يؤمن بأن فلسطين هي للفلسطينيين، بأن قضية فلسطين هي القضية المركزية، وأن هناك حق واجب للفلسطين بالعودة إلى أرضهم، هو يكون عضو في هذا الملتقى. نطمح من خلال هذا الملتقى أن يكون حوارا وساحة حوار كبيرة لهؤلاء الشباب من كافة الطياف والشرائح الشبابية في العالم. نعم نعم دكتور نضال، يعني مثل ما حضرتك قلت يعني سوريا عبر العصور كانت دائما ومن زمن بعيد هي بسلطة قضية فلسطين، أكيد الأراضي المحتلة. بهذا الوقت كيف كمان عم بتحاولوا تشاركوا بالأزمة اللي عم تصير بسوريا؟ أنا بس خليني أعرج على شغلة صغيرة، أنه إحنا من يومين احتفلنا كلنا جميعا بالانتصارات الباهرة للجيش العربي السوري والقوات الحليفة أو الرديفة. حقيقة هذا الانتصار كما أفرحنا هنا في سوريا، نحن أبناء هذا الوطن الغالي على قلوب كل إنسان حر وشريف بالعالم، أفرح الشباب الفلسطيني داخل فلسطين. بالأمس كنا شاهدين على عملية بطولية لشاب صغير عمره 17 سنة ووحيد لوالدته، اقتبس واستمد هذا الشعور بالغليان من انتصارات الجيش العربي السوري. فكل انتصار في سوريا هو انتصار لشعب فلسطين، كل هزيمة للإرهاب التكفيري وللأعداء الموجودين للأسف أتوا من كل أصقاع العالم. هل أتوا لينشروا العدل في هذا البلد؟ لا، هم أتوا كأدوات صهيونية لتخريب هذا البلد ولصرف بوصلة هذا البلد التي كانت وما زالت تقول سوريا الكبرى وسوريا العظيمة أن قضية فلسطين هي القضية المركزية. نعم. فبعثوا كل هؤلاء، أنا آسف على مصطلح الأوغاد، هم أكثر من أوغاد، ليشتتوا هذا الشعب ويصرفوا البوصلة الحقيقية عن الشيء اللي إحنا أمننا فيه بسوريا، اللي كبر عليه الشعب السوري الكبير، سواء أقصد بشعب سوريا الكبير على أن الهم العربي هو الأم الهجم. فأتت هذه الهجمات لتصرف البوصلة عن هذا الاتجاه، وأن هناك صراعات داخلية، أن هناك خلافات مذهبية ننتبه إلى وننسى الهدف الأساس وهو تحرير فلسطين. نعم. الحمد لله كل انتصار كما ذكرت في سوريا يؤكد أن للفلسطينيين حق بالعودة إلى أرضهم، وهو بالأساس انتصار لفلسطين. نعم. نتائج الملتقى وأبرز يمكن التعليقات اللي تم تداولها، النقاشات، المواضيع كيف كانت، على شو تم التركيز بشكل رئيسي؟ في الملتقى تحدث الشباب حقيقة بصراحة، وأنا أجزم أن هذا هو تقريبا أول ملتقى الذي يسمح للشباب أن يأخذوا دورهم بشكل كبير من خلال المحاضرات، من خلال الحوار، ومن خلال المناقشة ووضع خطط للمستقبل. من خلال هذا الملتقى والحوارات نعيد التأكيد على أن الهدف الأساس والقضية المركزية لكل الأمة هي قضية فلسطين. أيضا تباحثوا الشباب، نقول شباب فلسطين بشكل مجمل لأنهم الشباب العربي والشباب غير العربي اللي كانوا موجودين عندنا، كيف نعطي الدور الحقيقي للشباب حتى يكونوا هم أصحاب القرار في المستقبل. نحن هنا نقتبس قول عن الزعيم الخالد والقائد المؤسس حافظ الأسد رحمه الله، قال مقولة تكتب بالذهب، للأسف أعداءنا استفادوا منها أكثر ما استفدنا إحنا. يقول الذي يريد أن يعمل على المستقبل عليه أن يعمل على الشباب. نعم. نحن الآن اقتبسنا من هذه المقولة التي كتبت بماء الذهب، يجب أن نعمل على هذا الشباب لنحقق مستقبل باهر.
وننفي كل هذه الصراعات التي أتت إلينا تحت عناوين مختلفة. نعم، يعني دكتور نضال، الشباب مثل ما قلت هنا محرك أي دولة بالعالم، بظل هاي الظروف اللي عم نعيش فيها والحروب قد ايه يمكن كمان اختلفت شوي، خلينا نقول الملتقيات من خلال الشيء اللي عم تقدموه لهذا الشباب، وخصوصا انه هن بهذا الوقت قادرين جدا على الوقوف إلى جانب بلدهم والتقديم إلى كثير، سواء كان بتطوع بالجيش أو حتى بالحفاظ على قضايا بلدهم الرئيسية. أنا ذكرت أنه فعلا الاستثمار الحقيقي وأي بناء بالمستقبل يجب أن يكون على عاتق الشباب. إذا بنرجع بتاريخ شوي لورا، الثورة الفلسطينية المعاصرة اللي قاموا فيها شباب بعمر الورد 17-18 سنة، الانتصارات الحديثة حتى الجمهور، انتصار الثورة الإسلامية في إيران اللي هي ترعى ملتقانا وجمعيتنا، قام بها الشباب. الآن ساحات الوغى التي يشهدها الميدان وأبطال الجيش العربي السوري والقوات الرديفة كلهم من فئة الشباب. الآن في فلسطين الانتفاضة الثالثة التي نشهدها الآن ويقود حربها كلهم من فئة الشباب 17-18-20 سنة بشتى الأدوات المتوفرة. شاب أو فتاة بسكين المطبخ عم يصنع المعجزات أمام آلة غدر وقتل وقهر كبيرة متمثلة في العدو الصهيوني. عندما يستل هذا الشاب السكين أو يستخدم أداة بسيطة اللي هي السيارة، أو فتاة تأخذ سكين المطبخ، يعني آخر حادثة سجلت لفتاة بسكين فاكهة. ففعلا هاي رسالة من الشباب الفلسطيني، لأنه فعلا الشباب يصنع المعجزات. وشاهدنا أيضا من خلال هذه الانتصارات الكبيرة التي نعيشها، الشباب فعلا بالاعتماد على الشباب ودعم جبهات القتال، للأسف سوريا كلها جبهات مشتعلة، أكثر من 90 دولة تكالبت على هذا البلد العظيم، ونشاهد في كل حروب العالم تكون جبهة واحدة، الدولة مع دولة مجاورة، للأسف جعلوا من كل هذا البلد ساحة قتال. والحمد لله بفضل القيادة الحكيمة للقائد الشاب الذي على رأس هذه البلد وهذه الدولة وتضحيات الأبطال وتضحيات الشباب، سيعود الأمن والاستقرار لهذه البلد إن شاء الله. يا رب. دكتور كتير بدنا نشكر وجودك معنا لليوم، نتمنى مثل ما تفضلت وحكيت يبقى الشباب سواء الشباب السوري أو الفلسطيني هو دائما صاحب القرار وصاحب المعجزات مثل ما تفضلت وحكيت. شكرا كتير لوجودك. شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم. شكرا لك دكتور نضال. أكيد سلمى، مع هي الفقرة ومع دور الشباب السوري الشباب الفلسطيني المؤثر بنكون أكيد وصلنا للختام، ولحتى تبقوا مشاهدين على متابعة لكافة الأحداث والأخبار ابقوا برفقة شاشة الأخبارية السورية، وأكيد بالختام ابقوا على الموعد بكل يوم تمام الساعة 9 صباحا. بدي أتمنى لكم بقية نهار ممتع ونهارك سعيد. سلمى نهارك سعيد فرح، ونهار سعيد لكل مشاهدي الأخبارية. أكيد صباحنا رح يبقى دائما يحمل الأمل الموجود بفضل أبطالنا بالجيش العربي السوري وصمودهم. لكل يلي عنده موضوع حابب يشاركنا فيه ياريت يبعث لنا إياه على صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. تبقوا بألف خير وباي باي.